أهلا بكم من جديد. إذا لم نفي يؤكد نفاذ قرار إزاحة الصديق الكبير وتعيين عبد الفتاح غفار محافظا مكلفا. وعقيل صالح يؤكد استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية حتى يعود الصديق الكبير للمصرف المركزي. أما البعثة فتعتزم جمع الأطراف المعنية بهذه الأزمة على طاولة واحدة للوصول إلى حل توافقي. بينما اكتفت واشنطن كعادتها بدعم وتأييد موقف البعثة الأممية. فإلى أين يسير مركب البلد المالي والسياسي؟ وهل من حل توافقي بالفعل يمكن للأمم المتحدة دعم الليبيين للوصول إليه؟ وما حدود التدخل الأمريكي لحسم هذا الصراع الدائري حول بيت مال الليبيين؟ وأي انعكاسات اقتصادية ومعيشية على المواطن الليبي في حال استمر هذا الموقف المعقد؟ هذه التساؤلات وغيرها نطرحها للنقاش مع ضيوفنا في حوارية الليلة عبر الهاتف. معنا من بنغازي عضو المجلس مجلس النواب السيد عيسى العريبي، وعبر الهاتف من طرابلس ينضم إلينا عضو المجلس الأعلى للدولة السيد موسى فرج، كما سينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية أيضا من طرابلس رئيس حزب التغيير الدكتور جمعة القماطي. ومن بنغازي سيكون معنا لاحقا الأكاديمي والمحلل السياسي السيد أحمد العبود، وسيكون معنا عبر سكايب من روما المستشار السياسي والأسبق للمجلس الأعلى للدولة السيد أشرف أشرح. أهلا بكم جميعا ضيوف الكرام. لعلي أبدأ معك سيد العريبي لفهم هذا الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب وما يوصف على أنه تصعيد والتوجه إلى ورقة النفط. هناك تساؤل متعلق، لماذا الضغط؟ اختار النواب أن يضغط بقوة الليبيين مباشرة كما يصف هذا الأمر منتقدوكم. ألا توجد أوراق أخرى مثل الحوار، القضاء، للرد على مثل هكذا خطوات اتخذت من قبل الرئاسي مؤخرا؟ باه يا خويا نبيل، أول حاجة نحييك ونحيي ضيوفك والمشاهدين والأموال ومصرف في مركزي مش قوة الليبيين اللي تم السيطرة عليه بقوانين من غير ذي صفة وتكليف من لا يعني معهوش قانونيا تكليف السيد عبد الغفار أو يعني استجلاب قانون قرار قديم من مجلس النواب بخصوص السيد الشكري اللي رفضوا تمكينه في الفترة السابقة، والآن يصدروا يعني ذهبوا إلى قرار مجلس النواب وقوة الليبيين. حتى مصرف ليبيا المركزي هو قوة الليبيين، يعني مش الحقول النفطية بس والموالي هذه هنا اللي يجيبها الفلوس، الفلوس تذهب إلى مصرف ليبيا المركزي، ومصرف ليبيا المركزي يوزع فين على الليبيين. ولكن ما أغاض الطرف الآخر اللي هو الديبة هو أن الميزانية أصبحت توزع على الأقاليم، ورأوا التنمية في برقة وفزان فأغاضهم، فحاولوا أن يوقفوا الكبير من أجل إيقاف هذه التنمية. قطار التنمية هو اللي أغاضهم، فحاولوا أنهم يوقفوا هذه التنمية بأي طريقة، فأصدروا قرار من المجلس الرئاسي. يعني معليش، يعني رئيس الحرس البلدي يدير قرار يحول فيه واحد تمشي أموره، هذا شيء مش قانوني. نعرف احنا مصر في المركزي من المناصب السيادية، ومنصب السيادي هذا لكن في المقابل قد يكون القائل بأنه ما تعتبرونها قيادة عامة في جزء منها شارك في تنحية الكبير، هذا من جانب. ومن جانب آخر الاعتراض على مسألة تكليف الشكري هو كان خياركم بالأساس منذ اللحظة الأولى قبل سنوات سيد عيسى العريبي. ما الذي تغير حتى تتمسكوا الآن بالكبير رغم مواقف الانتقاد والاتهامات التي سيقت في حقه قبل سنوات؟ يا أخي نحن الدنيا ما نخبط فيها بالأشخاص، تقول لي أنت تنتقد فيه وبعدين توه كويس. نحن لما صارت أول مرة تصير ميزانية اللي هي ميزانية موحدة، وأول مرة برقة وفزان يعني ما يصرفش عليها الجيب الطرابلسي، مش يعدي المواطن البرقاوي الفزاني إلى طرابلس من أجل أنه يأخذ مصروف جيبه من هناك. بعد تم توزيع الأموال بين الأقاليم جن جنون المركزيين في طرابلس، والكبير اللي كان حبيبهم وصديقهم أصبح عدوهم،
ومعلقين صورة في الشوارع. فهو سبب إنه هو فيه تنمية صارت في برقة وفزان، فالحاقدين ما يبوش التنمية هذه تمر تمشي، فحاولوا يوقفوا هذه التنمية. القصة كلها على موضوع هذه التنمية اللي صارت. لكن الكبير، لو جريناك في المنطقة التي تتحدث به سيد عيسى العريبي، سيد الكبير هو من المنطقة الغربية، فلا وجود لهذا التصور الذي قد يفهم على أنه تصور جهوي بامتياز يفصل أو يحدد الأزمة على أساس الأقاليم، وأن الأقليم بعينه ممتعد مما تعتبره إعادة إعمار في بقعة جغرافية. يا أستاذ نبيل، يا ريت تخليني نكمل، لأنك أنت يعني مذيع عرفته، بتحاول تسمع وجهات النظر، يعني تحاول تسمع هذه وجهة نظرنا. يا سيد نبيل، الكبير لما كان مسكر على برقة وفزان كان راجل وطني في المنطقة الغربية، ولما أعطى حقوقنا نحن في برقة وفزان أصبح خاين للمركزيين ويجب إزاحته. فالموضوع واضح، موضوع جهوي، هذا موضوع جهوي واضح، إن رأوا الإعمار اللي ساير في برقة وفزان فأرادوا أن يوقفوا هذا الإعمار بأي شكل. هي مش القصة في شخص، يعني إن الكبير في المنطقة الغربية ولا من الشرقية، الكبير وزع الأموال لما أعطاه ميزانية لحكومة حماد اللي هي تصرف عليه ولاية برقة وعليه ولاية فزان، وأصبح في شغل ظاهر للعيان. نعم. يريدون أن يوقفوا هذا الإعمار بأي طريقة. واضح. ما صديق كان دبي بيقول صفقوا الصديق هذا أحسن واحد في العالم، ليش الصديق تو مش كويس؟ وكان في نظركم في المقابل وكان في نظركم في المقابل رجل الإخوان المسلمين الذي يدير البنك المركزي فيما مضى والذي ينسع إلى الميليشيات كما تصفونه. نبيل، فكني منها الأسلوب هذا يا نبيل. لا غلط يا نبيل. أنت مالكش مضيع، أنت هكي جهوي حتى أنت. لا أنا لست جهويا، أنا ليبيا. أنا ليبيا، تهمني ليبيا واحدة. أنا تهمني ليبيا واحدة، والأمر ليس مجرد اشتباك بيني وبينك يا سيد عيسى. والله ما تهمك ليبيا واحدة، أنت وجهتك يا سيد عيسى. أنا لا أود أن أحول الأمر إلى ثنائية يا سيد عيسى. سيد عيسى، ما تكترش الدسة هذه. سيد عيسى، أنا أود، اسمح لي، أنا أود فقط حتى أوضح لك النقطة. أنا لا أود أن أحول النقاش بيني وبينك على الثنائية. أنا أسألك فقط حتى يبدو لي موقفك واضح بالنسبة للمشاهد. لم أتبنى رأي معين، إنما أطرح عليك بعض النقاط حتى يتضح موقفك لا أكثر، حتى يكون الوقت أيضا موزع بشكل أكثر. عزيزك، وجهة نظر حقيقية بدون أي مواربة. سبب إقصاء الكبير هو أن برقة وفزان قضت ميزانيتها واضحة. انت تب ونجو غادي باش تعطيني مصروف جيبي. واضح تمام. سعودك حتى اذهب للسيد موسى فرج، ومن ثم سعودك في نقطه لاحقه. سيد عيسى، ارجو ان تتفضل بالبقاء معي. سيد موسى فرج، وانت كعضو مجلس اعلى للدوله، حديث السيد عيسى العريبي قبل قليل الى اي درجه تشاطر في تصور لحقيقه تنحيه الكبير من قبل الرئاسي والاطراف التي دعمت هذه الخطوه، على انه تفوح منه رائحه الجهويه؟ هناك أطراف امتعضت أو لم يروق لها أن تكون هناك حالة إعادة إعمار في مناطق جغرافية بعينها، سواء في برقة أو حتى في فزان كما كان يتحدث السيد عيسى العريبي قبل قليل. وأود أيضا أن أفهم موقفك فيما يتعلق بتوصيفك لإصرار المنفي على إزاحة الكبير في هذا التوقيت، ودعوته بأن تمتثلوا أنتم كمجلسين الاتفاق السياسي. تفضل سيد موسى فرج، السؤال لك لو تكرمت. مساء الخير، احييك سيد نبيل، احيي الاستاذ الضيوف والاستاذ عيسى العريبي من مجلس النواب. الحقيقه انا بعض المسائل المتعلقه بالجدل القائم على اشياء كثيره انا لا اريد ان اتحدث عنها، لاني لن اضيف شيئا جديدا. هناك هذا الجدل المتعلق بعدم التوازن في توزيع الإيرادات، وهناك جدل حول الجهوية والمركزية، هذا قائم لنا أكثر من 10 سنوات والحديث فيه، ولكن لم يتم اتخاذ أي خطوة، يعني خطوة منتجة لتجاوز هذا الخلل. أنا ما أريد أن أقوله أن سبب الأزمة الحالية المتعلقة بمصرف المركزي حاليا، يعني هذه المسألة كان بالإمكان تفاديها لو انخرط
مجلس النواب بالاتفاق السياسي الذي حدد خارطة الطريق لكل المراحل وصلاحيات خاصة بمجلس النواب وصلاحيات مشتركة مع مجلس الدولة محددة في نقاط معينة. للأسف المحافظ المصرف المركزي صديق كبير تقريبا 12 سنة من أيام المجلس الوطني الانتقالي يعني. وكانت هناك محاولات كثيرة لتغييره من مجلس النواب ولكنها كانت خارج نطاق أحكام الاتفاق السياسي وبالتالي فشلت. هذا الجدل اللي يحصل حاليا سواء قرار المجلس الرئاسي أو موقف مجلس النواب أو موقف مؤسسات كثيرة ليس لدي ما أضيف عليه، لا أتبنى أي توجه أو أي اتجاه أو موقف لأي من هذه الجهات، وإنما أقول آن الأوان لمجلس النواب ومجلس الدولة أن يجلسوا. وهذا ما قاله المنفي في بيانه يا سيد موسى فرج، يقول بأنه مهامه تتلخص في جزء منها في تعيين كبار الموظفين، ويقول أيضا ويوجه الدعوة لكم كمجلسي النواب والدولة بأن تمتثلوا للاتفاق السياسي، أيضا يصفكم بأنكم تخليتم عن مسؤولياتكم، وكأنه يبرر لنفسه أن يتخذ هذه الخطوة لأن المجلسين لم يقوموا بأدوارهم بالشكل المطلوب طوال السنوات الماضية. سيد موسى فرج، أنا أعتقد أن السيد رئيس المجلس الرئاسي كان بإمكانه أن يقوم بهذه الدعوة قبل اتخاذه القرار التغيير الذي حصل وأثار هذه الضجة، وحاليا يعني البلد فيها أزمة لأن يعني المصرف المركزي هذا يعتبر أهم مؤسسة مالية وهي المسؤولة عن إدارة أموال الليبيين ككل، يعني كل الإيرادات تاع الدولة هو مسؤول عن السياسة النقدية يعني. فلو المجلس الرئاسي وجه دعوة للمجلسين مجلس النواب ومجلس الدولة بشكل محدد للاتفاق حول تغيير المحافظ ولديه من الأسباب، أنا أتأكد أن المجلس الرئاسي لديه أسباب كثيرة ربما دفعته لاتخاذ الموقف الذي اتخذه بغض النظر عن تبنينا لنا من عدمه، كان ربما كان يكون أفضل من توجيه هذه الدعوة بعد اتخاذه القرار وهذه الأزمة اللي حصلت وهذا الجدل اللي قاعد حاصل آليا، وحاليا في مخاوف كثيرة أن المؤسسة الدولية قد يكون لها موقف يؤثر على المصرف المركزي دوره ومهامه التي ينبغي أن يقوم بها. سيد العربي، في ذات النقطة المتعلقة عما إذا كان يحق للرئاسي وفق وجهة نظركم بأن يتدخل، لأنه هو يقول وفق المنفي على لسانه بأنه يمارس مهامه ذات الطابع السياسي، وأنا أقتبس لك ما قال، وأنتم كما يرى المنفي قد تخليتم على دوركم، بل أنه يقال أنه عقيلة صالح نفض يده حتى من اتفاق السياسيين. ماذا تريدون من الرئاسي بعد كل هذا؟ سبق وأنكم اتخذتم خطوة بأن تسحبون اختصاصات القائد الأعلى وأنتم لا تملكونها بشكل منفرد، فكيف ترد الهواء لك سيد عيسى؟ تفضل. يا سيد نبيل، طبعا اللي تخلى على اختصاصاته وتخلى على عمله هو المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي محدد له نقاط معينة من ضمنها توحيد الجيش والقوى الأمنية وكذلك المصالحة الوطنية. هو تخلى عن أعماله ودخل على أشياء ليست من اختصاصه مثل إنشاء مفوضية للاستفتاء وتكليف محافظ لمصرف ليبيا المركزي، هذا ليس من اختصاص الرئاسي بشهادة الجميع، بشهادة الجميع. يعني في الدباجة اللي وضعوها المستشارين كاتبين وما تقتضيه المصلحة العامة، يعني يقدر أي واحد توا يطلع يدير لك دباجة ويقول لك ما تقتضيه المصلحة العامة، أنا رأيت كذا كذا، هذا شيء غير مقبول. الرئاسي ليس من صلاحياتي المناصب السيادية، المناصب السيادية من صلاحيات مجلس النواب ومجلس الدولة حسب الاتفاق السياسي. نحن ما ألغيناه هو اتفاق جنيف وهو صلاحية القائد الأعلى لأنه فشل في أدائها وهي توحيد الجيش والمصالحة الوطنية. وليس من اختصاص الرئاسي أن يكلف المناصب السيادية. وهو اليوم في الصباح أصدر بيان وثم يعني أصدر تصريحات مخالفة للبيان الذي أصدره، فأعتقد أنه وضع روحه في مأزق، وأن
لكن سيد عيسى، مسألة الاختصاصات التي تحدث عنها في اتفاق جنيف، ما حدده اتفاق جنيف، وأنت وأنا أدرك أيضا بأنك تدرك ما ورد فيه، حدد أولويات المجلس الرئاسي في المرحلة التنفيذية، المرحلة الانتقالية. لكن بالنسبة لاختصاصات الرئاسي بصفته القائد الأعلى، هي وردت في نصوص الاتفاق السياسي الذي ضمنتموه فيما مضى في الإعلان الدستوري. فبالتالي أنتم سحبتم اختصاص يعود اتفاق الصخرات لا في اتفاق جنيف يا سيد عيسى. إن أردتم أن تغيروه قد يكون لك قائل عدل نصوص الاتفاق واتفقوا في ذلك مع الأعلى للدولة، أليس كذلك؟ نحن الاختصاص في الاتفاق السياسي كان للسراج لما جن القائمة بالأسماء من الأمم المتحدة اللي فيها ثلاثة من برقة وثلاثة من طرابلس وثلاثة من فزان. أما ما بعدها في جنيف فإن نحن سحبنا ثقة من السلطة التنفيذية بالكامل، سواء المجلس الرئاسي أو الحكومة. كذلك نحن بعد هذه التصرفات من الرئاسي لن نتعامل مع الرئاسي. الرئاسي الآن أصبح طرف سياسي وتدخل في أمور وخلط الأوراق. وانت تشوف الأزمة اليوم صارت، وخاصة في مصرف ليبيا المركزي، من فوضى مالية كبيرة أحدثها المجلس الرئاسي عليه أن يحل، اللي تربطها حلة. أنت الآن حلة يا مجلس الرئاسي. نعم. أنا كلفت حد وخش عتل من مصرف ليبيا المركزي ودار بيان وقاعد في مصرف ليبيا المركزي. الآن مجلس النواب والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب أوقفت تصدير النفط. الآن أنت ما عندكش باش تصرف، فأنت دخلت الدولة في فوضى. نعم. عليه أن يسحب قراره المجلس الرئاسي وأن لا يتدخل في هذه الأمور. نحن لنا إن شاء الله لقاءات مع أعضاء مجلس الدولة. نحن نعترف بالسيد المجري رئيس المجلس الدولة بحكم الانتخابات اللي حصلت وبحكم اللجنة القانونية اللي أقرت أن رئيس مجلس الدولة هو المجري. نحن هنتفق مع أعضاء مجلس الدولة بخصوص المناصب السيادية، والأيام القادمة خلال أسبوع 10 أيام حيتم هل هذا اللقاء سيكون في إطار البعثة سيد؟ حتى أختم معك، هذا اللقاء سيكون تحت إطار البعثة، لأنه ستيفاني بالأمس وجهت دعوة للحوار لجميع الأطراف المعنية بالمركزي في عجالة. هل اللقاء المنتظر سيكون في إطار البعثة العمومية أم تصور منفرد للمجلسين ولا علاقة للبعثة بالأمر؟ في عجالة لو تكرم. أنت أستاذ نبيل قلت أنت الأطراف المعنية بمصرف ليبيا المركزي. الأطراف المعنية هي مجلس النواب ومجلس الدولة. نعم. ليس هناك أي طرف آخر معني بهذا الموضوع. سيكون برعاية البعثة أم لقاء منفرد يا سيد عيسى حتى نفهم فقط؟ لا، ما فيش منفرد. مجلس الدولة يمثل يمثل والبرلمان يمثل. نعم. لا نقاش مش هنا يا سيد عيسى. المجلس الرئاسي لا علاقة له. ونحن سحبنا منه ثقة ولا نتعامل معه، لا هو ولا حكومة البيبة. أقصد أنه بمعزل عن البعثة الأممية، هذا ما قصدته. لا أشكك في شرعية أي من الجسمين. البعثة الأممية كان كلامها واضح، قالت الأشخاص المعنيين بمصرف ليبيا المركزي. المعنيين بمصرف ليبيا المركزي هو مجلس النواب ومجلس الدولة فقط. وبالتالي أنتم لن تحضروا في اجتماع إن دعت إليه البعثة سيكون الرئاسي طرف فيه؟ لا، نحن الرئاسي ما عندناش ما هي جلوس، نحن انتهى الرئاسي بالنسبة لنا انتهى بكر، خلاص ما عندناش به علاقة بكر. شكرا جزيلا. نعم، شكرا جزيلا لك سيد عيسى العريبي عضو مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي. أذهب لسيد موسى فرج حول أيضا موقف البعثة الأممية الآن التي تنادي بعقد حوار حول أزمة المركزي، ومن تعتبرهم أطراف المعنية بهذا الحوار الذي يبدو السيد عيسى العريبي وفق نظرة مجلس النواب يرى بين الرئاسي لا وجود له اليوم، الحوار سيكون بين المجلسين. هل الأعلى للدولة لديه ذات النظرة فيما يتعلق بهذا التصور لشكل حوار المنتظر؟ بداية أريد أن أصحح معلومة ذكرها السيد عيسى العربي تتعلق برئاسة المجلس الأعلى للدولة. مجلس الأعلى للدولة توقف في الانتخابات ولم يتم حسم من هو الرئيس حتى الآن، إن الرئيس الجديد لم يحسم هذه المسألة. لكن لو تم الدعوة مجلس الأعلى للدولة من قبل البعثة سيكون هناك حوار داخل المجلس، ويستطيع أن يشارك في هذا الأمر بشكل أو بآخر. نعم. المسألة يا سيد نبيل أن
مفهوم الشراكة الوطنية غايب عن بعض الأطراف الليبية، مفهوم أن مؤسسات دولة عليا يجب أن تعمل مع بعضها كمنظومة وليس كخصوم، ليس كخصوم وأطراف كل واحد يحاول أن يسجل أخطاء الآخر ويتصيد أخطاء ويحاول يعيق في هذا ولا ذلك. نعم. نحن في مرحلة انتقالية ومرحلة يعني وضع للناد يعني يعاني من أشياء كثيرة لا أريد أن أسردها في هذا الوقت. هذه المرحلة اللحظة التي تحتاج إلى تبني فكرة الشراكة الوطنية لحل هذه الإشكالية. شكرا جزيلا لك. دعوة البعثة أنا أتمنى أن تتم بسرعة بين هذه الأطراف، وربما يشترك فيها حتى المجلس الرئاسي باعتباره أنه يمثل القيادة السياسية للبلد، ويحسم هذا الموضوع، موضوع المحافظ المصرف المركزي وحتى موضوع المناصب السيادية الأخرى حتى ننتهي من هذه القضية. نعم. هي الأمور تناقش بهدوء، تناقش بعقلانية، والإطار العام هو الإعلان الدستوري المتضمن للاتفاق السياسي. شكرا جزيلا لك سيد موسى فرج عضو المجلس الأعلى للدولة، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس. أعود مرة أخرى لضيفي الكريمين وأعتذر منهم على الإطالة. سيد القماط، انطلاقا من حديث الضيفين قبل قليل حول مسألة الأطراف التي يجب أن تكون حاضرة على طاولة التفاوض التي ربما تحضر إليها البعثة، هذا من جانب، أو ما يحاول صياغته مجلسي النواب على مستوى عقد اجتماع متعلق بالمناصب السيادية، في أي اتجاه أنت تقرأ هذا المسار الذي يبدو شائك والتقدير بأن إمكانية حله لن تكون بالسهولة الكبيرة؟ نعم، بداية أخي نبيل شكرا على الاستضافة، تحية لك ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ليبيا الأحرار. اسمح لي فقط في البداية أن أعلق تعليق سريع جدا على بعض ما جاء من أحد ضيوفك، وهذا ليس رد مباشر عليه وإنما للتوضيح فقط للمشاهدين، بخصوص ضيفك من بنغازي السيد العريبي بخصوص أن إقالة الصديق الكبير هو موقف جهوي ضد برقة وفزان، ومن قام بذلك هو عنصري وجهوي ضد الجزئين المهمين الذين نعزهم ونحبهم كذلك مثل ما نحب أي منطقة في ليبيا. أنا فقط للتذكير أن الذي أصدر قرار بإقالة الصديق الكبير بغض النظر عن صحة هذا القرار وسنده القانوني والدستوري، الذي أصدر هذا القرار هو السيد محمد يونس المنفي من قبيلة المنفة من قبائل المرابطين من برقة، يعني برقاوي بامتياز، وأيضا السيد موسى الكوني هو من الطوارق من فزان من الجنوب. فالادعاء بأن إقالة الصديق الكبير وأن هذا هو جهوية وعنصرية ضد الشرق والجنوب ومنع الأموال عن خوتنا في الشرق والجنوب، ادعاءات لا يقولها إلا إنسان يعني لا أريد أن أصفه بأكثر من هذا. النقطة الأخرى المهمة للتوضيح للمشاهدين أن قضية الأموال التي تأتي من النفط والغاز وتدخل إلى مصرف ليبيا المركزي، ومصرف ليبيا المركزي ينفقها من خلال الحكومات أين كانت هذه الحكومة. فللتذكير فقط أن 60% من هذه الأموال تذهب رواتب لكافة الليبيين، في 2,300,000 مواطن ليبي يتقاضوا رواتب يصرفها مصرف ليبيا المركزي من عوائد النفط والغاز. هؤلاء الليبيين اللي يقاضوا هذه الرواتب موجودين في كل ليبيا، في كل ليبيا، في الشرق في الجنوب في الغرب. و10% من هذه الأموال تذهب دعم للمحروقات والسلع يستفيد منها كل الليبيين في كل ليبيا، يعني 70% من الأموال اللي ينفقها المصرف ليبيا المركزي تذهب لكل الليبيين بالتساوي دون أي جهوية ولا عنصرية ولا استهداف ولا محابة. النقطة الأخرى أن ما تبقى منها 30% ما يسمى البند الثالث والإنفاق على التنمية يكاد يكون مجمد منذ سنوات، يعني طيلة حكومة السراج 5 سنوات مصرف ليبيا المركزي لم يمول أي مشاريع تذكر للتنمية، وحتى الآن من بداية السنة تكاد هذا البند متوقف لكل الحكومات سواء كانت في طرابلس أو غيرها. أيضا نحن لسنا مع إيقاف التمويل عن أي مشروع في أي مكان في ليبيا. طيب. نعتبر ليبيا كلها رقعة واحدة، كلها وطن واحد، كلنا مواطنين متساويين في الحقوق وفي الثروات كذلك. نعم. المؤسف أن يلجأ البعض لابتزاز الليبيين عامة باستخدام ورقة النفط وقفل النفط والغاز ولوي الذراع
وابتزاز الليبيين بهذا الأمر، رغم أن النفط والغاز هو ملك لكل الليبيين كذلك. ومن الذي يقوم، من الذي قام بهذا تاريخيا؟ إبراهيم الجدران من جدابية، والآن معروف من الذي يلوح السيد أسامة حماد، ومن وراء أسامة حماد ومن يحرك لكن أسامة في المقابل حماد يا سيد، هؤلاء يا سيد هم الذين قفلوا النفط والغاز وابتزوا الليبيين. لكنه نعم. في المقابل السيد عيسى إن استمعت إليه، طالما يقول لك أنه من ممتعضين أو منتقدين لخطوة إغلاق النفط أنها تمس بقوت الليبيين، يقول لك في المقابل بأنه حتى المركزي والخطوات التي اتخذت في اتجاه محافظه القديمة أو الإدارة القديمة الصديق الكبير هي أيضا تمس أموال الليبيين وربما تربك معيشتهم أيضا، فحتى الخطوتين لا تبدو أنها تسير بشكل إيجابي. سيد القماطي أنا سأعود لك، لكن سمحت لي أن أطلع على السيد أشرف ترد عليها فيما بعد. سيد جمعة القماطي، سيد أشرف الشح أعذرني على الإطالة، لكن أود أن أفهم معك سلوك حفتر ومن معه هناك، لأنه في ظل هذه المؤشرات التي تتحدث بأنه أحد أبناء حفتر شاركوا في تغيير الصديق الكبير، بل أنه فتح المجبري محسوب على حفتر، هو عضو مجلس إدارة المصرف الجديدة، كيف يمكن فهم هذا السلوك المتناقض؟ من جانب يكونون ضمن صفقة تطيح بالكبير، ومن جانب آخر يغلقون النفط لأنه الكبير تغير. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك نبيل والسادة الضيوف والسادة المشاهدين. لا متوقع جدا، هي في إطار التكتيك التفاوضي، خليفة حفتر بقى صامتا طيلة العشرة أيام الماضية، مسألة الكبير الآن تجاوزت الأسبوع، وكان الوحيد الذي يصرخ هو عقيلة صالح لأنه أدرك أن هذه الخطوة لها ما بعدها، وأن هذا سوف يكون سببا في نهاية مسيرتهم السياسية هو ومجلس الدولة. بالتالي كانت الرجمة صامتة وتنتظر انتهاء الصفقة. ما أربك في الأيام الأخيرة هو انسحاب الشكري واختلال الموازين ورغبة الرجمة في توسيع دائرة الصفقة في مسائل في مؤسسات أخرى ليست في المركز فقط، لأن هذه فرصة تعتبر، ويمكن أن تستعمل أوراقها أو نقاط القوة لديها كما يعتقدون في الضغط للحصول على مكاسب أكبر. المسألة مسألة سيطرة على مؤسسات، بالتالي لهم تجربة في السابق مع دبيبة في صفقة تولي فرحات بن قدار المؤسسة، بالتالي هناك تجارب يمكن استغلالها في عملية التفاوض للحصول على مكاسب أخرى. هناك على الطاولة اليوم عدة مؤسسات الآن يتم التفاوض عليها تحت الطاولة في اتصالات يومية بين الأطراف للوصول فيها إلى اتفاقات. مسألة إغلاق النفط هي مسألة لرفع السقف، الكل يعلم أن خلال 12 سنة تم إغلاق النفط 11 مرة، وفي 11 المرة لم يصلوا إلى الأهداف التي كانوا يريدوها من إغلاق النفط، تم فتحه من جديد، لأن إغلاق النفط وإيقاف التمويل يتضرر منه الجميع. والآن حفتر وأولاده كما يقولون بدأوا معركة الإعمار ومعركة الموضة الجديدة اللي تنافسوا فيها هم ودبيبة لكسب رأي عام شعبي ولكسب تأييد، لن يحتملوا مع كل العقود الموقعة، لن يحتملوا الإطالة في إيقاف التمويل. بالتالي خطوة إغلاق النفط هذه المرة ليست كسابقاتها، في السابق كان إغلاق النفط لأن ما فيش فلوس أصلا. نعم. اليوم لا، في فلوس، ولكن فرصة، هناك فرصة لرفع قيمة هذه الأموال التي تصل والحصول على مؤسسات أخرى بها أموال والسيطرة عليها لتحقيق حلم السيطرة الكامل في المستقبل. عينهم على الأموال يا سيد أشرف أم على كرسي المحافظ؟ نعم، عينهم على الأموال، مضاعفة حجم الأموال التي تقدم إليهم، أم عينهم على كرسي المحافظ؟ لا يكتفون بعضو مجلس إدارة ربما. هم شيئين مرتبطين، قصة كرسي المحافظ أو أعضاء مجلس الإدارة أو رؤساء مؤسسات أخرى كمؤسسة النفط والمصرف الخارجي ومؤسسة الاستثمار، كلها مؤسسات بها أموال ويريد الحصول على نصيب أكبر منها. بالتالي العملية الآن هي عملية كسر عظم، كل طرف يحاول أن يستعمل نقاط القوة لديه لكي يتحصل على مكاسب أخرى تفاوضية،
وهم يقولوا فيها، أنا تمنيت أن حتى عبود كان معانا لقريب من حفتر كان حيقولها صراحة، أن إحنا حنتفاوضوا لتحقيق مكاسب أكبر. أما المسألة عيسى العريبي والأغنية القديمة المتجددة اللي يقولوا فيها والله جهوية والله، هذا كلام فارغ معش يمشي على حد، لأن زي ما قال جمعة القماطي أن من أصدر القرار من برقة وشريكة في إصدار القرار من فزان، فبالتالي مسألة لا علاقة لها لا بالجهوية ولا بمسألة والله حاسدين نحن عندنا عمار وأنتم حاسدين، هذا كلام فارغ، كلام بتاع أطفال ما عوداش رجل عاقل. بالتالي اليوم قصة والله هذه اختصاصات أصيلة لمجلسي النواب والدولة تبقى للاتفاق السياسي، أنا نقولها لك وأنا أحد من كتب هذا الاتفاق وشارك فيه، هذه الحجة باطلة اليوم لأنه مر على هذا الاتفاق 10 سنوات ولم يلتزموا بنصوصه، بل أكثر من ذلك أن عقيلة صالح قبل أسبوعين لم تطلع وتنصل من الاتفاق، تنصل حتى مع من شراكته مع مجلس الدولة اللي اليوم يقول لك والله هذه صلاحية بيننا وبين المشري، عقيلة صالح حتى قال والله انقضت كل المواعيد التي بها شراكات مع مجلس الدولة، كل الأشياء اللي فيها مشاركة مع مجلس الدولة في الاتفاق السياسي انتهت مددها، بالتالي احنا معاش ملزمين، وبدأ يستعمل في صياعة سياسية. ما قام به الرئاسي وحكومة طرابلس اليوم هي تحرك سياسي مهم جدا بغض النظر عن الدوافع، أنا لا أدافع عن دوافعهم، ولكني أوصف الحركة السياسية اليوم لأول مرة تكون في مبادرة سياسية. قبل كانت ديما المبادرة من حفتر وعقيلة، هم يحطوا في الطرف الآخر في الزاوية والطرف الآخر يقعد بردود الأفعال وكل يوم يخسر، إلى أن وصل حفتر يقصف في طرابلس في 2019. اليوم هذه المبادرة السياسية سوف تحرك العجلة السياسية بغض النظر عن مسألة المحافظ الذي لن يعود، أنا أقول هنا ومتأكد منها، الخطوة اللي اتخذها الرئاسي والحكومة في طرابلس لا رجوع فيها، وسوف يتم التفاوض على أسماء أخرى، ربما يتغير مجلس الإدارة، ربما يتم الاتفاق على اسم آخر، هذه مسألة تفاوضية سنأتي إليها المسار التفاوضي الآن. ولكن قصة التراجع عن المبادرة السياسية هذا أمر قاتل سياسيا. اليوم بعد هذه المبادرة الآخرين من كانوا يستعملوا في الصياعة السياسية اليوم استعملت ضدهم هذه الصياعة، وبدأوا يصيحوا ويحاولوا يرجعوا إلى القوانين وإلى المواثيق وإلى كذا التي ضربوا بها عرض الحائط ظل 10 سنوات الماضية. سنأتي المسار التفاوضي سيد أشرف. ما كنتم تفعلوا. سنأتي إليه، النقطة مهمة ما طرحت، عذرني لحتى أنتقل للسيد جمعة. مسألة المسار التفاوضي وأي طرف كيف بإمكانه يحقق مكاسب أكبر، لأن هذه نقطة مهمة أود التفصيل فيها معك في الجولة القادمة إذا سمحت لي. لكن أنا أذهب مرة أخرى إلى السيد جمعة القماطي حول هذا السلوك الإقليمي والدولي على الأقل عبر السفراء الذين يعملون في ليبيا في حالة تعاطيهم مع هذا المشهد الجديد وما يعرف بأنه أشبه بفرض واقع جديد على مختلف المستويات. لعلي أبدأ بموقف البعثة الأممية التي يبدو أنها لا يروق لها ما وصفتها بالقرارات الأحادية ككل، لكنها في المقابل دعت إلى حوار من وصفتهم بالأطراف المعنية بأزمة المركزية. في هذا الوضع الذي تسيره الآن ستيفاني خوري بالإنابة، هل بمقدورها أن تقود حوار يمكن أن يأتي بالحل المنتظر بالنسبة لك وفق مراقبتك للمشهد؟ بداية أخوي نبيل أتمنى أن تعطيني يعني وقتك محفوظ دكتور، فسحة قريبة من فسحة أخي أشرف. وقتك محفوظ، تفضل هو ليك. على الرغم من أنني أدرك أن الأخ أشرف هو ضيف رئيسي معكم دائما يعني، وأنت أيضا ضيف رئيسي معنا يعني، تفضل. الوقت مهم لتوضيح وجهة النظر. رئيس حزب يا جمعة عليك حق. لا حقك محفوظ دكتور، تفضل هو ليك. تمام، قبل ما نمشي للبعثة وموقفها وهل حتنجح مبادرتها أو لا، وجب التذكير ببعض الأمور الأساسية، وهو أن ما هي جذور ومسببات هذه الأزمة. لاحظ في 10 سنوات الأخيرة والمشاهدين يتذكروا جيدا أنه كل ما كان هناك انسداد سياسي حقيقي يحدث شيء كبير، يعني عادة يعني يحدث يا أما حرب يا أما عنف يا أما تندلع شيء، لأن هذا الانسداد غير طبيعي ولا يمكن أن يستمر. ف2014
حدثت حرب فجر ليبيا في طرابلس، بعد بخمس سنوات في 2019 حدثت حرب الهجوم على طرابلس وأخذ السلطة بالقوة، بعد خمس سنوات الآن حدثت بسبب الانسداد السياسي القاتل واللي أثار كارثية على ليبيا وعلى مستقبلها وعلى المواطنين، حدثت هذه الأزمة وكادت هذه الأزمة أن تسبب كذلك في انفجار عنف مرة أخرى، لكن الحمد لله ربنا ستر وحكمة. أعتقد أن الآن أصحاب السلاح أصبحوا أكثر نضجاً وأكثر حكمة في أنه ليس من السهولة أن ينجروا إلى الحرب والقتال وكذا. فبالتالي نقول أن السبب، تسمعني يا أخ نبيل؟ أسمعك دكتور، أسمعك دكتور، تفضل. هل تسمعني؟ نعم أسمعك بشكل واضح، أكمل الهواء ليك. دكتور جمعة أنا أسمعك بشكل واضح، تفضل الهواء ليك حتى تكمل ما بدأت به حوارك. يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد جمعة القباطي، سنعاود الاتصال به لاحقا في سياق هذه الحلقة، لكن أذهب لرحب بضيفي السيد حميد الصافي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب. أهلا وسهلا بك سيد حميد. لعلي أبدأ معك بمسألة ردة الفعل الآن من قبل الملفك رئيس للمجلس الرئاسي، والتي فهمت على أنها رد فعل متوقع لما حاول النواب المضيف فيه بفرض واقع جديد بأن يسحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي مجتمعا ويمتلكها هو النواب ويستعيدها مرة أخرى. فالبداية وبالتالي ما ردكم على ذلك؟ لأن هذا الأمر قد فهم على أنه بمثابة الانسحاب من الاتفاق السياسي الذي ضمنه النواب فيما مضى في العمل الدستوري ويعترفون به كوثيقة سياسية تؤسس لأي حوار أو للتفاهمات ما بين مختلف الأجسام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لك ولكل السادة المشاهدين والضيوف. وعليك السلام. لم أستمع لسؤالك. سؤالي كان متعلق بمسألة أنه ما ذهب إليه الرئاسي اعتبر على أنه فرض أمر واقع جديد في سياق الرد على ما أقدم عليه النواب بانسحابه من الاتفاق السياسي ونفض يده منه وبسحب اختصاصات لا يملكها منفردا وفق نصوص الاتفاق السياسي فيما يتعلق بصفة القائد الأعلى للجيش. سيد حميد إذا كنت في الاستماع. يبدو أن نواجه مشكلة في التواصل مع السيد حميد الصافي، لا أدري إذا كان السيد جمعة القباطي. تسمعني سيد حميد؟ تسمعني الآن؟ نعم. لا أدري إذا كان سؤالي كان واضحا بالنسبة لك. نعم أعتقد تقصد مسألة القائد الأعلى. نعم هذا ما أقصده. نعم هذا الأمر طبعا بالرجوع إلى الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الشخيرات في المملكة المغربية واللي أرخ في 17 ديسمبر 2015. لو تذكر سيد الفاضل المادة الأولى فيه أو الفقرة الرابعة تنص على انقضاء الأجل القانوني للحكومة والتي نصها مدة ولاية حكومة الوفاق، وأيضا وفقا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الذي انعقد أيضا في مدينة جنيف بسويسرا وكان بتاريخ 18 يناير في 2021. المادة الثانية نصت من الاتفاق السياسي والمعنونة بالإطار الزمني للوصول للانتخابات العامة، كانت فترتها تنتهي المرحلة التمهيدية للحل الشامل خلال 18 كحد أقصى على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق الاستحقاق الدستوري. من المفترض كانت يوم 24 ديسمبر سيد نبيل في 2021. أنت كنت تقول بأن رغم أنه ضمن بالإعلان الدستوري، ما ضمن بالإعلان الدستوري هو التقسيم في مسألة الرئاسة، أن يعني يكون رئيسا ونائبين تحقيقا للعدالة الاجتماعية. رئيس مجلس النواب من إقليم، النائب الأول من إقليم والثاني من إقليم آخر. وهذا يأتي في إطار مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية.
ليبيا أنت تعلم مساحة جغرافية كبيرة، قارة، هناك محافظة، هناك عدالة لابد أن تحقق. لكن العدالة غير متوفرة وفق الواقع يا سيد حميد. لو أردنا أن نتماهى معك في هذا المنطق أو هذا السياق، الآن مجلسين، المجلس النواب يقوده السيد عقيلة صالح من برقة، والمنفي أيضا من برقة، فقط تبقى للحكومة هي من الغرب، أين حصة الجنوب في هذه الحالة؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر، لو تحدثنا عن المدد الزمنية التي تتحدث عنها سيد حميد الصافي، هي مدد تنظيمية وليست ملزمة، على اعتبار أنه اتفاق الصخرات هو أحيا جميع الأجسام التي انتهت مددها، لا أحد يملك ديمومة البقاء، وعلى أنه الشرع الوحيد والباقون مجرد ربما هوامش أو لا يملكون الشرعية الكافية كما الحال ذاته عند مجلس النواب. النواب هو الجسم الوحيد الذي جاء بإرادة الشعب الليبي والذي انتخب بإرادة الشعب الليبي، وليس بجنيف ولا بسويسرا ولا بأي أطراف دولية. هذا جاء بالشعب الليبي، ربما حتى أنت انتخبت في مجلس النواب، ربما حتى ضيوفك مرشحون لمجلس النواب الجديد. لأن مجلس النواب عدل في إعلان الدستوري بأنه يسلم، وهذا عرف أو صبر متعارف عليه دوليا، أن مجلس النواب المنتخب يسلم لجسم آخر منتخب انتخابه الشعب الليبي كليا. نقطة واضحة يا سيد حميد، الاتفاق السياسي هو من أحيا كل هذه الأجسام، لأنه النواب عندما ذهبوا إلى اتفاق إلى صخرات، أعذرني فقط، ذهبوا إلى صخرات حتى يفاوضوا بقوا باسمهم. أعضاء مجلس الدولة هم أيضا منتخبين. أن يكون منطقيا. أنا سأعطيك الكلام حتى يبدو لك أكثر منطقية. مجلس النواب عندما ذهب لاتفاق الصخرات كان طرف سياسي آخر، والمؤتمر الوطني الذي تغير اسمه إلى أن أصبح على الدولة هم أيضا أعضاء منتخبين قبل سنوات. وبالتالي نعود لذات النقطة بأنه لا أحد يملك شرعية كاملة، إنما الاتفاق السياسي هو من أحيا كل هذه الأجسام يا سيد حميد. على فكرة اتفاق الصخرات الموقعون عليه من قبل مجلس النواب كان قرار إفادهم للذهاب إلى اتفاق الصخرات ملزما أو مقيدا إن صح التعبير بالعودة إلى مجلس النواب للتشاور واتخاذ القرار، وهذا لم يتأتى. يعني ما حدث هناك، يعني على سبيل أن نحن نقول اتفاق الصخرات، يعني كان القرار الذي أوفد هؤلاء أن يعودوا بما نتج من هذه المفاوضات أو التفاوضات ليتم إقراره والمصادقة عليه واعتماده في مجلس النواب، هذا لم يحصل. فيما يخص سؤالك في مسألة القائد الأعلى، هناك كانت مذكرة وقعوا عليها أكثر من 57 ويزيد نائبا، طالبوا فيها بالرجوع إلى الشرعية الدستورية والعمل بنصوص الإعلان الدستوري وهو مرجع للكل. وأيضا هذا الإعلان الدستوري الذي يعني بزغ بريقه في 2011 وتعديلاته كان ولا يزال أساس التنظيم القانوني يا أخوي نبيل في البلد، كما نصت أيضا عليه الاتفاقيات الدولية والسابقة واللاحقة والحالية. يا سيد حميد، الكل يبدو أنه تجاوز مدة مهامه أو المدة الزمنية، لأنه لا نود أن نطيل في هذه النقطة، لأنه حتى لو أضربت لك مثال بحكومة بشاغة حماد كانت مدتها 14 شهرا، والمفترض أنها انتهت في مايو 2023، واليوم ما زالت تواصل مهامها وتعمل في نطاق جغرافية بعينها. لكن على كل دكتور أسامة حماد يا أخي نبيل، حكومة شرعية نالت، أنا لا أناقشك في مدى شرعيتها يا سيد حميد، أنا أحكي لك على المدد الزمنية حتى لا نطيل في مسألة المدد الزمنية، لأن هذه الحكومة من المفترض أنها منحت لها ثقة حتى تعمل لمدة 14 شهر، واليوم نحن تجاوزنا هذه المدة وانتهت في مايو 2023. على كل، حتى نعود إلى صلب الموضوع، طالما أنتم وما قاله عقيلة صالح في بيانه، والذي يخشى بأن أموال الليبيين قد تبدو أو قد تذهب في اتجاه أيدي غير أمينة، طالما الرجل حريص على أموال الليبيين، لماذا يقدم على خطوة متعلقة بإغلاق النفط وهو يدرك تماما بأنه يضر بأموال الليبيين، يضر بمصالحهم؟ إن تحدثنا عن أن النفط سينقطع عن المستشفيات، عن محطات الكهرباء، عن غيرها من المؤسسات الحيوية التي تمس المواطن أكثر من المسؤولين لربما. جميل كلامك. فيما يخص مسألة الحرس، ماذا يعني بالحرس سيد نبيل؟ الحرس هو الدقة، تحقيق مبدأ العدالة في توزيع الثروة على كل الليبيين، ولكن هذه بالأفعال الأخيرة والقرارات الصادرة الأخيرة
لم يتم تحقيق مبدا العداله. كانت الامور بناء على ان هناك طلب واضح من السيد المحافظ الصديق الكبير لان يصرف وفق ميزانيه تصدر عن مجلس النواب هو الجزء المختص فيها، حتى الاتفاق السياسي اللي انت تحكي به اللي تقول الناحيه الاجسام الحاليه ينص ان مجلس النواب هو السلطه التشريعيه او الشرعيه الوحيده. ما معنى الوحيده؟ اذا هي المعنيه باتخاذ واصدار كل القوانين. هناك قوانين معينه نص عليها هذا الاتفاق السياسي بالتشاور مع مجلس الدوله، وهي يعني نافذه، وهناك تشاور مع مجلس الدوله في بعض من القوانين التي نص عليها الاتفاق السياسي. لكن على ان تاتي مجموعه ليس من اختصاصها، انت الان مثلا مدير، انت الان مذيع في قناه، انت الان مذيع يا اخوي نبيل في قناه. يجي مدير شركه نفطيه يقول ينقل السيد نبيل من برنامج الليله الى نشره الاخبار، دي مش من اختصاصك انت يا اللي ماسك النفط، هذا من اختصاص مدير القناه. ذات الامر حدث بين الرئاسي وبين مجلس النواب، ليس من اختصاصه. طيب هذه النقطه واضحه. طالما يبدو لكم طالما يبدو لكم ان الامر ليس من اختصاص المجلس الرئاسي، لكن لماذا ذهبتم مباشره الى اغلاق النفط؟ ما يقوله ارجو ان تنقل علي ما قلت، وارجو ان تتحدث فيما تحدثت به. ما يقوله القانون والاعلان الدستوري والاتفاق السياسي ان مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدوله بنص الماده 15 هي ان هذه تبقى روايه يا سيد حميد. النصوص التي كتب بها الاتفاق السياسي تحمل اكثر من تفسير. انت لديك تفسير واحترمه، وربما هناك اخرون يردون عليك. الصائغ بالتشريع واضح، مش زياده مع النص. من يقول النص يا سيد نبيل؟ نعود عليك وعلى المجاهدين. النص واضح يا سيد. على الناس اللي تسمع. النص واضح لان يا سيد محمد اذا مش واضح عندك توضح عليك الان. لا النص واضح. يقول ان النص واضح لانه انت في المقابل 15 ان مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدوله يعين محافظ يا سيد حميد وهو ذاته منص على القانون رقم 1. يا سيد حميد انا لا اود ان اضيع الوقت حتى استفيد من تواجدك معنا في قراءة النصوص مرة أخرى. اسمعني اسمعني. أنا جيت باش بنقل لك نصوص القوانين. طيب نصوص القوانين، نصوص القوانين يا سيد حميد يردون عليك. أنا ماني محاور سياسي. يا سيد حميد أنا لا أقاطعك هكذا عبثا، أنا أقاطعك حتى أستفيد وأوضح موقف النواب وموقف عقيلة بشكل واضح. اسمح لي. دعني أتحدث بما لأنه النصوص القانونية. أيضا طالما أنت تحاجج بالقانون ومتمسك بالنصوص، لا يوجد أي نص قانوني في اتفاق الصخيرات يمنح مجلس النواب منفردا سحب اختصاصات القائد الأعلى للجيش. بتقول لي اتفاق جنيف لا ينص اتفاق جنيف على اختصاصات المجلس الرئاسي فيما يتعلق بالقائد الأعلى، إنما حدد أولويات المجلس الرئاسي. إن كنت مطالع جيدا لنصوص الاتفاق السياسي. تفضل يا تعالى حنبعث لك لو إيه انت طيب. عندي رقمك على الواتس حنبعث لك طيب. النصوص اللي في اتفاق جنيف لو لقيت فيها غير الكلام اللي انت تحكي فيه تفضل. انا هي اولويات. انا اقرا لك بالكلام اللي موجود. الاتفاق السكرات واضح يا سيد. اتفاق السكرات في كلام يملى علي. انا نقول لك لا انت تحدد يا سيد حميد. انت ترى بانه ارض الواقع، لكن انا اعود الفيصل الذي بيني وبين خصومك. المشكلة مش معايا يا سيد عبد الحميد، أنا أقول لك وجهة نظر الطرف الآخر بأن اتفاق الصخيرات وهو واضح لا ينص بشكل أي من الأشكال على أنه سحب الاختصاص يملكها مجلس النواب منفرد. لا لا إذا كان يريد يا سيد نبيل يا سيد وجهة نظر الطرف الآخر مش أنت اللي تنقلها. لا لأنهم غائبين. جيب من يناظرني وأنا نحكي معاه. لكن لا أنت ما تنقلهاش أنت، لأنك إذا أنت تبي تنقلها جيب من يناظرني خليه هو اللي يحكي. انت الان محايد ونحن صرنا ناخذ في العمل الاعلامي وعارفين معنى المذيع. نعم شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك سيد حميد الصافي المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف من طبرق لربما. شكرا جزيلا لك. اعود لك مره اخرى سيد جمعه القماطي. فقط اعذرني لان التواصل انقطع بك قبل قليل واضطررت ان نذهب لضيف اخر وهو السيد حميد. الهواء لك مجددا حتى تكمل ما بدأت به حديثا. أسمعك الآن. الآن تفضل يا سيد جمعة تفضل. نعم يعني كنت أقول أنه كل ما كان هناك انسداد سياسي تحدث أزمة كبيرة. حدث ذلك في 2014
بحرب فجر ليبيا، في 2019 هجوم كبير على طرابلس لأخذ السلطة بالقوة، الآن بعد 5 سنوات أخرى انسداد سياسي كبير ومعاناة للمواطنين وانعكاسات سيئة جدا اقتصادية ومعيشية واجتماعية، ولا بد من أن يحدث شيء. ربما أزمة مصرف ليبيا المركزي الآن هي رب ضارة نافعة، ربما هي الصدمة التي تجعلنا نحاول أن نخرج من هذا الانسداد السياسي، والحمد لله هذه المرة ربما الحكمة والعقل جنب طرابلس وجنب ليبيا حرب أخرى وعنف آخر يسقط فيه المئات ربما الآلاف من شباب وابناء ليبيا. وبالتالي نعود إلى جذور الأزمة وجذور المشكلة، أن ليبيا تعيش حالة صراع، حالة انقسام، حالة استقطاب حاد، حالة أطراف بائسة كلها تستخدم ثقافة المغالبة زي ما سمعنا الآن قبل قليل، كل طرف يريد أن يتغلب على الآخر، يريد أن يستحوذ على كل شيء، معادلة صفرية بامتياز. وبالتالي هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، لا ليبيا لا تتحمل هذا الأمر، مستقبل ليبيا لا يتحمل هذا الأمر. كل الأطراف الموجودة الآن هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل. لا أحد يدعي أنه المثالي وأن القانون إلى جانبي والدستور إلى جانبي وأنه يستطيع أن يفعل كذا وكذا والآخر لا. الكل فاقد أو يستند على شرعية ومشروعية ضعيفة جدا جدا. مجلس النواب، مجلس الدولة، مجلس الرئاسي، الحكومتين، المؤسسات السيادية من يقودها كلهم يستندوا على شرعيات ومشروعيات ضعيفة. وبالتالي لابد أن نخرج من الأزمة برمتها بحل حقيقي وجذري. وربما الآن ما تطرحه بعثة الأمم المتحدة قد يسهل هذا الأمر. المطلوب الآن أمرين أخي نبيل. الأمر الأول هو حل سريع لأزمة مصرف ليبيا المركزي، لأن هذه مؤسسة حساسة جدا تمس قوت الليبيين، لها علاقة بقيمة الدينار وسعر الصرف، لها علاقة بالتضخم، لها علاقة بالأسعار التي تمس المواطن، أسعار الآن يعني متصاعدة وعالية جدا، وكثير من المواطنين الغالبية العظمى من المواطنين يعانون من غلاء الأسعار. وبالتالي هذه المؤسسة الحساسة لا تتحمل جمود أو حالة انقسام دائمة، لابد أن تحل في أسرع وقت. وربما الآلية الوحيدة المتاحة أمامنا هي العودة إلى أن يحسم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجسمين وفق اتفاق سياسي اتفاق الصخيرات، نعم. مجلس النواب مجلس الدولة. وبالمناسبة لابد أن نذكر مجلس النواب أن مجلس الدولة شريك أساسي في كل شيء، مش غير الشراكة تحضر وتغيب. لما مجلس النواب بيمشي اللي بيه يتجاهل مجلس الدولة، لما مجلس النواب يحتاج إلى مجلس الدولة لتمرير شيء يقول لك لا والله مجلس الدولة شريك بنتشاور معاه. وبالتالي في الأيام القادمة لابد من حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، طيب. بأن يلتقي مجلس النواب والدولة ويختاروا مجلس إدارة جديد في أسرع وقت، سواء بتبتوا الأسماء الماضية أو ما تبتوهاش. أنا لا أتعامل بالأشخاص ولا أتعامل بالأسماء، أنا أتعامل بالصفات الاعتبارية وبالمؤسسة. المصرف ليبيا المركزي يحتاج مجلس إدارة يدير المؤسسة بطريقة مجلس إدارة وليس شخص. مجلس الإدارة يجتمع ويتخذ قراراته بالأغلبية. في نفس الوقت هذا لا يكفي، مجلس النواب مجلس الدولة عليهم أيضا يتعاملوا مع الملفات الأخرى الملحة كذلك في نفس الوقت وفي حزمة واحدة. نحتاج حكومة جديدة موحدة، نحتاج الذهاب إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت، نحتاج إلى التعامل مع المسار الدستوري ومتى يكون للليبيون دستور، نحتاج إعادة ترتيب واختيار المناصب السيادية لكل المؤسسات السيادية ومن يقودها. وأيضا نحتاج لمجلس النواب والدولة أن يعطونا تاريخ يقولون أمتى هم حيسلموا السلطة لجهة تشريعية جديدة ينتخبها الليبيون. الشرعية السياسية ليست مفتوحة، ليست إلى الأبد، لابد أن تجدد وتجدد من الشعب. الشعب فوق مجلس النواب وفوق مجلس الدولة. هؤلاء استمرأوا السلطة، استمرأوا الأموال، استمرأوا الرواتب العالية، استمرأوا الامتيازات، ويريدوا أن يبقوا إلى أطول مدة ممكنة، ربما حتى 10 سنين. هذا أمر غير مطلوب. للأسف الشعب الليبي الآن منهك، غير قادر أن يخرج في ثورة جديدة ويمسحهم ويكنسهم كلهم. وبالتالي لابد من الضغط عليهم بأن يعطونا
تاريخ محدد، أمتى في انتخابات، أمتى في برلمان جديد موحد، وقبل ذلك أمتى تكون في حكومة موحدة تقود إلى تلك الانتخابات وتدعمها. نستخدم هذه الأزمة أخي النبيل على أنها صدمة، على أنها استفاقة، على أنها وقفة للمراجعة، وخلوا نحل كل الإشكاليات وننهي هذا الصراع المقيت، هذا الصراع المرير اللي هو في الحقيقة مجرد صراع على السلطة والمال، ليس أي شيء آخر. اللي يدير فيه الرئاسي والنواب والدولة والحكومتين وكل الموجودين أنهم يتصارعوا على السلطة والمال، لأن السلطة تقود إلى المال. والشعب الليبي يعاني، والشعب الليبي عيشته ضنكة وأسعار في السماء، ومش قادرين يشروا حتى الحليب لأطفالهم. هذا الأمر لابد أن ينتهي وفي أسرع وقت، فهذا هو الحل. إذا كان البعثة استطاعت أن تساعد وتسهل الوصول إلى هذه الحلول الجذرية وإنهاء هذا الصراع والانقسام إلى الأبد، فمرحبا بها وندعموها ونساندوها ونقول لها كويس. إذا كان البعثة بتعاود نفس الأساليب القديمة وهي مجرد إدارة الصراع واحتواء الصراع وليس حرر الصراع، واستمرار البعثة لأن اللي يشتغلوا فيها أيضا يتمتعوا بمزايا وموظفين في الأمم المتحدة ويتنقلوا من ملف لملف ومن دولة لدولة، وما يهمهمش الليبيين ولا يهمهم ليبيا ينحل فيها الصراع، ينتهي فيها الصراع أو لا، فهذه كارثة أخرى لابد أيضا بمواجهتها. واضح تماما سيد جمعة. الأطراف الدولية المتدخلة سأعود لك لاحقا، اللي وراء شلل البعثة ووراء استمرار المعاناة واستمرار الانقسام واستمرار الصراع. حتى أذهب إلى السيد أشرف. سيد أشرف، استمعت إلى حديث السيد الصافي والذي بشكل واضح يعبر عن فلسفة عقيلة في تعاطيه مع هذا المشهد المرتبك، وكان الرجل سحب اختصاصات القانونية لكل الأجسام واحتفظ فقط بالاختصاص الذي يفسره كما يقول قانونيا وفق نصوص الاتفاق، وأنت كنت شاهد على جلسات الحوار وكيف صيغ هذا الاتفاق السياسي، إن كان لديك رد تقدمه لنا أو حتى نتجاوز ونذهب لنقطة أخرى أود مناقشتها معك، الأمر يعود لك بطبيعة الحال. لا شوف، أنا نبي نقول لك إن سواء كلام عيسى العريبي ولا توصافي ولا حالة الصدمة اللي حاصلة في المعسكر الآخر هي حالة صدمة لأنهم لم يتوقعوا مبادرة سياسية. لأول مرة تكون هناك مبادرة سياسية بنفس الطريقة التي كانوا يتعاملون بها طيلة السنوات الماضية. قصة والله اللجوء والاستنجاد بالنصوص، وحميد الصافي يتكلم على نصوص قانونية ويفصل فيها زي ما يبي، هذا موضوع كان برد عليه والله ما يقدر يصمد حتى ثانية. ولكن ما هوش هذا موضوعنا، موضوعنا أنهم يعانوا من حالة صدمة، لم يتوقعوا أن هناك جرأة في اتخاذ مواقف وقرارات وتحركات سياسية تضعهم في الزاوية، والآن هم في موقف ردة الفعل. في موقف ردة الفعل ردة فعلهم كانت ردة فعل عصابات، سكروا النفط. تو شن الفرق ما بين إبراهيم جدران اللي هم حاربوا، قالوا والله سكر النفط بعد ما كان عيسى العربي يغني له في 2017 و16، وبينهم هم اليوم اللي سكروا النفط، ما فيش أي فرق. استعمال النفط وتسكيرة لأسباب وأغراض سياسية هي طريقة المهزوم، طريقة الذي ليست له أي وسيلة أخرى للضغط، زي ما بديت كلامي، سكروا النفط في 12 سنة 11 مرة ولم يصلوا إلى نتيجة بهذا الإغلاق، بل اليوم هم من سيتضرر، نتكلم عن الطبقة السياسية، هم من سيتضرر بهذا التصرف إن طال، لأنهم عندهم فواتير طويلة تبي السداد ولن يستطيعوا سدادها لو ما وصلوش إلى نقاط حلول وسطى. بالتالي اليوم إجراء الرئاسي وحكومة دبي بغض النظر عن دوافعه، وأنا لا أدافع عن دوافعهم، ولكن من الناحية السياسية كان هذا المفروض اللي يتخذ منذ سنوات، مش فيها قصة محافظ نصر فيه بالمركزي بس، حتى في كل الإجراءات الأخرى، في قصة الانتخابات، في قصة القوانين، في قصة يا رجل أنت اليوم نعطيكم مثالا، اللي عقيلة يعيط بالاتفاق اللي سحب منه من أسبوعين. الاتفاق هم داروا اتفاق بوزنيقة هم والمشري، واتفقوا على المناصب السيادية كيفية التوزيع وكيفية التسمية. اليوم عقيلة مسمي أخو فتح الله الصعيتي عضو النواب، ده صادر قرار بتسميته وكيل لديوان المحاسبة، وهذه واحد من المناصب اللي تم الاتفاق على في بوزنيقة بينه وبينهم مجلس الدولة. طب الله، واحد ياخذ إجراء اليوم
هذا عنده نية أن يوصل لتوافقات ولتطبيق اتفاقات واحترام مواثيق وتعاهدات، عمرهم ما احترموا ميثاق ولا عهد، عمرهم ما صدقوا في موقف. كل الاتفاقات اللي دخلوا فيها وشاركوا فيها انقلبوا عليها، عقيلة وحفتر ومن والاهم ومن يتكلم باسمهم. بالتالي لا يطالب الآخرين بأن يلتزموا حدود معينة يحاولوا تفسيرها هم، يحاولوا تحديدها هم، بل بالعكس اليوم يجب الذهاب إلى الأمام واتخاذ قرارات أخرى وإلزام الأطراف اللي ما تحملتش مسؤوليتها. حتى الأطراف الدولية اليوم اللي تغني قبل انتهت الأطراف الدولية سيد أشرف في سياق تكتيكي المبادرة. خلينا نكمل الفكرة هذه يا نبيل، خلينا نكمل الفكرة. إيه حنجيل الأطراف الدولية معاك الآن، لكن فقط قبل أن تغادر مسألة المبادرة الآن، هل الأمر ربما يشمل أيضا مؤسسة النفط؟ تعتقد بأنه التغيير قادم على مستوى المؤسسة، مستوى رئاستها؟ نعم هذا اللي يطرح فيه صدام تحت الطاولة، يبي بن شتوان بتاع شركة الخليج مكان فرحات بن قدارة، ويسوقوا على أساس مرات فرحات بحكم خلفيته المصرفية ممكن يمشي للمصرف الخارجي مكان محمد علي عبد الله، ويتفقوا على مؤسسة الاستثمار. هذا كلام قاعد يدور راهو في اتصالات يومية بين المتفاوضين لتفاوضوا حتى على مجلس إدارة المصرف المركزي. المصرف المركزي الأسماء اللي أدرجت فيه هي نتيجة مفاوضات تليفونية مكوكية خلال أيام باش وصلوا إلى هذه الصيغة، يخوض فيها زيادة غيم وسامي المنفي والدبيبة وآخرين، صدام حفتر وآخرين، واتفقوا على هذا الإخراج. عقيلة ليس له علم بكل هذه التفاصيل لأنه سوف يسحب من تحت البساط، وعلى فكرة حفتر وأولاده ما عندهمش مشكلة أن يسحبوا البساط من تحت عقيلة إن لم يكونوا بحاجة إليه، إن لم يكونوا بحاجة إلى الغطاء اللي يستعملوا فيه مرة. فإذا كان وصلت العملية إلى تقاسم كل هذه المؤسسات والمناصب وضمنوا سيطرتهم عليها ومعاش محتاجين لعقيلة، مستعدين يتوافقوا حتى في عملية إجراء استفتاء لإنهاء مجلس النواب والدولة. وهذه حفتر وأولادها ما عندهمش فيها أي مشكل، عقيلة وجماعة ما يسمى بالنواب اللي ما عندهمش أي شرعية شعبية، لأن شرعية شعبية ما يشمد الحياة، شرعية شعبية اللي أعطت لهم في 2014 أعطت لهم لمدة 18 شهر وبعدها مددوا لروحهم، وبعدها حياتهم منبثقة عن الاتفاق السياسي زيهم زي أي مؤسسة أخرى. بالتالي اليوم هذا الجسم دي حتى يسبب في إزعاج لحفتر وأولاده، لأنهم حزبة كرناف وديما يبوا يأكلوا يبوا يأخذوا حصتهم ويبوا كذا، فلو تمكنوا من التخلص منهم عاش بحاجة إليهم فما مش حيكون عندهم مانع. بالتالي لو نجحت هذه الصفقات بين جماعة المنفي ودبيبة ومن الطرف الآخر خليفة حفتر في توزيع هذه الصفقات، كل واحد يستعمل في أدوات القوة اللي عنده باش يوصلوا إلى تسميات وإلى محاصصة معينة، الخطوة اللي بعدها يقول لك احنا ما زال حاجتنا بمجلس مشري وتكالة يتعاركوا وعقيلة وعيسى العريبي كل مرة يطلعوا لنا بطلبات جديدة، هيا نديروا استفتاء عن طريق مفوضية الاستفتاء ونطرحوه على الشعب الليبي الذي سيلاحظ. في الحالة هذه يا سيد أشرف لا يمكن النظر إليه على أنها مبادرة من الرئاسي والحكومة فقط، مبادرة منفردة أو من قبلهم، إنما الأمر في سياق صفقات معينة هدفها تغيير مؤسسات بشكل متوالي. صح، هي حتى إنهاء لمخاطر معينة. كل واحد طبعا خليك من قصة الانتخابات وإنه والله نبوا نديروا انتخابات والشعب الليبي، هذا كله كلام فارغ بالنسبة لكل الأطراف، رأوا ما فيش حد اليوم في السلطة من كل الأطراف يبي انتخابات لأن ما فيش حد يبي غادر السبوبة اللي هو فيها. لكن الكل في إطار هذه المعركة، إحنا من جثم على قلوبنا طيلة السنوات الماضية هم عقيلة وجماعته وحفتر وجماعته، الأجماعة في طرابلس يتغيروا كل سنتين ثلاثة أربعة يتغيروا، وما يصيرش هالتمسك هذا إلا في الضفة الأخرى، وهم يستعملون في أسلوب عدم الالتزام بأي ميثاق وعهد. بالتالي المبادرة هذه أو الخطوة هذه يجب الاستمرار فيها حتى في إطار القرارات التي موجودة في الدرج الآن وقد تخرج في أي لحظة. واضح. من قبل المنفي في مؤسسات معينة وتغييرات معينة إرهاصاتها بدأت. نعم. لديك معلومات مثل ماذا سيد أشرف؟ لديك معلومات؟ لا ما طلعش مني توا، لا توا برا للدكتور جمعة أعطي وقته. سأعود لسيد جمعة، سأعود لك في الموقف الدولي فيما بعد لأنه أيضا يحتاج قراءة.
إن اكتفينا بشكل فعلي من قراءة الفاعلين في الداخل. سيد جمعة القماطي، انطلاقا من حديث السيد أشرف عن تغيير ربما محتمل في مؤسسات قادمة، الصفقات هي من تهيمن على الحالة الليبية الآن، طالما المتحكمين قادرين بالفعل على تغيير قادة المؤسسات، لماذا لا يصاغ أي تسوية توافقية تقود إلى 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 حل على الأقل يؤسس لتصور أو توافق سياسي ينهي هذا التنازع بين الجميع؟ هو الحقيقة في خطر حقيقي الآن أن المرجعية الوحيدة اللي عندنا اللي هي الإعلان الدستوري واتفاق السخيرات اللي كنت موجود فيه أنا والسيد أشرف، أن هذه المرجعية الوحيدة ممكن يصير عليها انقلاب، وهذا ليس بغريب وصار حتى في دول أخرى قريبة جدا مننا، أن الآن المجلس الرئاسي باتفاق مع الطرفين الآخرين اللي فصل فيهم السيد أشرف يصدر قرارات أو مراسيم بحل مجلس النواب ومجلس الدولة، وبعدين يتفاهموا على حكومة ويتقاسموا السلطة ويتقاسموا الثروات ويتقاسموا عوائد النفط وخلاص، وتضيع المسار السياسي يضيع بالكامل، والمرحلة الانتقالية تصبح مرحلة دائمة بتمسك قوى واضحة معينة في البلاد وسيطرتها وهيمنتها بالكامل مع السلطة والثروات، ويضيع مستقبل ليبيا وطموحاتها في أن هي تبني دولة يوما ما ودولة مؤسسات. وبالتالي احنا حقيقة مجلس النواب مجلس الدولة رغم كل عيوبهم، رغم نقاط الضعف متاعهم، رغم ضعف شرعيتهم ومشروعيتهم، رغم إصرارهم على الاستمرار أطول مدة ممكنة، هم العكازين الوحيدين اللي عندنا الآن باش نعكزوا بهم لعندما نمشوا إلى مرحلة قادمة، وهي انتخابات جديدة تجدد الشرعية السياسية، تنتج لنا برلمان واحد، وهذا البرلمان الواحد ينتج لنا حكومة واحدة، ونحسم موضوع المسار الدستوري ويكون لليبيا دستور دائم، وتنتهي المراحل الانتقالية وتستقر ليبيا على مرحلة دائمة لن تكون مثالية ولكن على الأقل أفضل من حالة الانقسام والصراع والاستقطاب اللي توا عايشينها ونعيش منذ على الأقل منذ 10 سنوات. وبالتالي لابد أن ننبه المشاهدين وكل الليبيين راوا أن المجلس الرئاسي راوا يعني مش كل الأمور اللي يدير فيها راهو نوايا نبيلة وحسنة ومصلحة ليبيا ومصلحة المواطنين، وأن والله الصديق الكبير دار لكم ضريبة 27% وجوعكم وياخذ في الفلوس منكم أنتم من رواتبكم. لا، هي 27% راي عادة يدفع فيها التجار اللي يشرف الدولار ويفتحوا في اعتماد ويجيبوا من برا، عرفت كيف؟ فلهذا لابد أن ننتبه أن المجلس الرئاسي كذلك شرعيته ضعيفة جدا ويقف على أرض رخوة، وهو في النهاية مجلس رئاسي اختاروه 39-1 في جنيف، لم ينتخبه الشعب الليبي مباشرة، 39-1 في جنيف. قيل لنا وشيعة أو يشاع وأنا لا أؤكد أو أنفي أن 17 منهم واخدين رشاوي، فبالتالي شرعية ومشروعية المجلس الرئاسي أيضا ضعيفة جدا وهشة، ولا يملك أن يتخذ قرارات حاسمة ومصيرية تهدد مستقبل البلاد وتنسف بالكامل حلم الليبيين في أن يبنوا دولة، دولة مؤسسات، دولة قانون، دولة فيها عدالة لكل الليبيين وفيها شراكة في السلطة والثروات لكل الليبيين دون إقصاء لأحد أيا كان توجهه وأيا كان انتماءاته، سواء كان من أنصار النظام السابق، من أنصار فبراير، من أنصار كرامة، من ملكي فدرالي، كل الليبيين يجب أن يكونوا متساويين ويتمتعوا بحقوقهم وبثرواتهم وبالسلطة بالتساوي. لكن على أرض الواقع يا سيد جمعة، لو يقدم على مثل هذه الخطوات، هذا الكلام قد يبدو في نظر البعض جميل ومثالي ويجب الوقوف عنده، لكن لو أردنا أن ننطلق به إلى واقعنا المعاش اليوم يا سيد جمعة، لا وجود لمثل هكذا حديث. الأمر يدار كما يصفه السيد أشرف بأنه حالة الصفقات هي من تقود وترسم المشهد القادم، هذا من جانب. ومن جانب آخر يرى البعض بأنه الاعتماد مرة أخرى على مجلسي النواب والدولة قد يبدو تصور حالم، لأن تجربة المجلسين لم تكن تجربة مثالية، أعطيت لهم الفرصة لمدة سنوات، ما الإنتاج الذي قدموه؟ ما المخرج الذي قدموه للحالة المتردية للليبيين يا سيد جمعة؟ هل قدموا شيء؟ لم يقدموا شيء يا سيد جمعة. فلماذا تعتقد بأنه يمكن الاعتماد عليهم مرة أخرى؟ تنطلق في ذلك من ماذا؟ لأن أمامنا 3 خيارات فقط. نعم. الخيار الأول
وهو أن الشعب الشارع من خلال القوى الناعمة القوى الضاغطة يخرج في 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 شكل سلمي ويضغط على كل هذه الأجسام أن هي تتراجع وتتنازل وتتوقف عن الإصرار على الاستمرار في التمسك بالسلطة والمال. هذا الخيار الأول. الخيار الثاني هو أن نضغط على مجلس النواب مجلس الدولة ونعكز بهم لعندما نوصل إلى انتخابات حكومة نعم. جديدة موحدة انتخابات برلمان واحد دستور واحد. الخيار الثالث نعم. هو أن ينقلب من يتمسكون الآن فعليا بالسلطة ويتحكمون في الأموال وفي الثروات ويتقاسمون عقود النفط ويتقاسمون أشياء كثيرة جدا والبزنس وكل شيء أنهم هم ينقلبوا كذلك على كل مشروع ليبيا الجديدة بالكامل. ليبيا ما بعد 2011 ليبيا اللي أصلا نبوها دولة مؤسسات وقانون ينقلبوا عليها بالكامل ويسيطروا إلى الأبد وهذا هو أسوأ خيار وأسوأ سيناريو. فإحنا لابد أن نحن نجزئ المشكلة أخي نبيل من أول شيء خلينا في الأولويات. جانب آخر طبعا المجتمع الدولي عنده مسؤولية الأطراف المتدخلة في ليبيا عليها مسؤولية لابد أن نضغط عليها ولابد أن نحملها مسؤوليتها الأمم المتحدة البعثة مجلس الأمن خلينا احنا نجزء المشكلة. خلينا الآن المشكلة الملحة هي مصرف ليبيا المركزي لأن أكثر مؤسسة حساسة في ليبيا وتمس قوت الليبيين مباشرة. لابد أن ينتهي هذا الصراع وهذا الوضع الهش ويكون هناك مجلس إدارة جديد في أسرع وقت وهذا المجلس يدير المصرف بطريقة سليمة. ثم بعد ذلك نقول للمجلس الرئاسي ولكل الأطراف أنتوا توا درتوا صدمة وحلينا مشكلة المصرف المركزي جيد نبوا نفس الطريقة نبوا الآن ضغط في اتجاه انتخابات ضغط في اتجاه حكومة جديدة وضغط في اتجاه تجديد الشرعية من الشعب. نحن لا نملك إلا هذا الصوت وهذه الأدبية والقوة والصوت الوطني لنفكر. آخر نقطة أخي نبيل بس فضل. لنذكر المجلس الرئاسي بأنه غير منتخب ولا يملك شرعية قوية يقف على شرعية هشة وبالتالي لا يملك أن يصدر قرارات جذرية تمس مستقبل ليبيا بالكامل. لابد للعودة للليبيين وحتى فكرة الاستفتاءات هذه المفاوضية الجديدة اللي دارها رأي طريقة فيها تلاعب فيها ضحك على الدقون ولا يمكن أن تمشي. احنا عندنا مفوضية وطنية هيئة سيادية للانتخابات يجب أن يقول أي أمر في استفتاءات وغيرها للمفوضية العليا الوطنية للانتخابات لأنها هيئة سيادية وإنجاز واستحقاق مهم وبالتالي لابد أن نكون فطنين في الفترة القادمة. الشارع المواطن المجتمع المدني الأحزاب القوى السياسية الحية القوى الاجتماعية الرموز الوطنية الاجتماعية لابد أن نكون فطنين وأن نعيد القطار على السكة وأن نخرج من حالة واضح تماما سيد جمال القماطي الصراع والتكالب على السلطة والمال اللي قاعدين يديروا فيها المتحكمين في المشهد. نعم سيد أشرف أود أن أختم معك لكن بسؤال من شقين. الشق الأول هذا التغيير الذي شاهدناه على مستوى مؤسسات يمكن النظر إليه على أنه تغيير بتصور محلي صرف أم ربما بإشراف إقليمي مرتبط بحالة تغير التحالفات أو تغير المشهد الإقليمي برمته. هذا من جانب. من جانب آخر حدود التدخل الأمريكي الذي يجب الوقوف عنده وقراءته لحسم كل هذه الخلافات القائمة حول المركزي أو ربما قد تنشب خلافات أخرى متعلقة بمؤسسات أخرى مؤسسة النفط أو غيرها. لا اسمح لي قبل ما نجاوبك على سؤال بشقين بتاعك خليني بنعلق على الدكتور جمعة بس نعم. بالنسبة لي لقصة والله هذه الجهة منتخبة وهذه مش منتخبة وهذا ما يملك الشرعية والرئاسي ما يملك الشرعية أنا قلت في بداية كلامي أن ما فيش حد يقدر يستند أنه هو شرعي وعنده أساس شرعية من الشعب الليبي. الكل في نفس المستوى كل منعدمي الشرعية وما يقوله بالنسبة لمجلس النواب والدولة ونعكس بهم يا دكتور جمعة عكسنا بهم 10 سنين وأنت تعرف كويس أن هؤلاء لا يريدون المغادرة بانتخابات. أنت ممكن عندك حساسية زي بقول كل الليبيين عندهم حساسية من جهة معينة لكن الكل متساويين ما فيش حد ملاك الكل شيطانة بجيبه وكل واحد يبي يستحوذ على ما في يد الآخر. بالنسبة لقصة النواب والدولة التخلص منهم اليوم أصبح أمر يريده كل الليبيين معاش فيه قصة والله إحنا عابين عليه مجلس عقيلة ومجلس المشرف الذكالة أنهم هم بيجيبون انتخابات هذا مستحيل
وحتى الأطراف الأخرى ما تبيش انتخابات، أنا قلتها من بداية كلامي، ولكن أن ينتهي هذين الجسمين اللذين جثما على صدر الليبيين طيلة 12 و13 سنة، زي ما انتهى الكبير بعد 13 سنة اليوم استنفذ كل شيء جاء لليبيا بمستوى جاء لليبيا والدينار في مستوى معين وخرج منها والدينار بمستوى آخر وهو يتحمل جزء كبير من المسؤولية. اليوم أن هذه الصفقات بين الأطراف أو اللعبة السياسية بين طرفين لن يستتب لهم الأمر، حتى لو حققوا صفقات وحيوصلوا إلى اتفاقات، حيوصلوا خلال الأيام القادمة إلى اتفاقات وحيوصلوا إلى تسويات، ولكن النية المبيتة لكل طرف ضد الآخر راهي نية سيطرة على كل ما في يد الطرف الآخر، فبالتالي لن يستتب لهم الأمر، وبالتالي سوف نصل إلى انفراج في المستقبل، ولكن يجب في هذا الطريق يجب التخلص من بعض الأجسام أو بعض الجهات التي لم تعد ذات فائدة ولم يعد الإبقاء عليها من صالح الليبيين في أي شيء، بل بالعكس هي عبء وهي مشكلة في حد ذاتها. هذا 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 من ناحية. أما فيما يتعلق بقصة بسؤالك بقصة هل الإجراءات أو الخطوات أو القرارات لها أبعاد إقليمية أو دولية، لا شك أن هناك ربما بعض التواصلات بعض الاتصالات، ولكن أعتقد أن القرارات اتخذت محليا بشكل كامل، وهي قرارات منبثقة من تجارب سابقة. نقول لك زيادة غيم اللي كان مستشار عقيلة وكان يوشوش له في ودنا زمان بكل الصياعة السياسية اللي كان يقوم بها عقيلة، اليوم ما بدي يوشوش في ودن المنفي وفي ودن دبيبة وفي ودن جماعة تانيين، والباين أنهم أخذوا بهذا الكلام مع أطراف أخرى حتى هي معهم، أن والله ما ينفع لا يفل الحديد إلا الحديد. هذه الخطوات هي ما سوف تحرك العجلة السياسية وهي تحرك الوصول إلى اتفاقات. أما قصة البقاء ساكنين ما تدير شيء ما يجيك شيء، لا بيجيك كل شيء إذا لم تبادر ولم تأخذ خطوة سياسية للأمام بنفس طريقة الخصم متاعك، لن تحقق أي مكسب سياسي. أنا أتكلم توه بشكل عام، وهذا ما سوف يزيد الضغط في تحقيق انفراج أو في تحقيق تقدم في موضوع الانسداد السياسي، وما سيحفز الدول سواء الراعية أو البعثة إلى التحرك، لأن حتى البعثة صار لها استكانة للوضع القائم خلال السنتين الثلاثة اللي فاتوا، وما عاش دارت شيء من باتيلي، وتو ستيفاني خوري لها أكثر من 4-5 شهور تزور وتلتقي وواحد، ولكن ما فيش أي أفكار، ما فيش أي طروحات، ما فيش أي خطوات، ما فيش أي إلزام. بالتالي مثل هذه الخطوات الفائدة منها هو الوصول إلى تحريك العملية السياسية وعدم سكونها والوصول إلى انفراجات قد تكون في جزء منها لصالح وقد يكون هناك أشياء سلبية، ولكن يجب من التحرك وعدم السكون لتحقيق انفراج في الوضع الراهن الذي لا يبشر بخير في حالة سكون. شكرا جزيلا لك سيد أشرف الشرح المستشار السياسي والأسبق للمجلس الأعلى للدولة، كنت معنا على السكايب من روما، كما أشكر ضيفي الكريم سيد جمعة القماطي رئيس حزب التغيير الذي كان معنا على الأقمار الاصطناعية من طرابلس. أشكركم مشاهدينا على طيب وكرم المتابعة، والشكر أيضا موصول لكل ضيوف الآخرين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة منذ بدايتها. دمتم بالخير.